غاية الآن 8 شهور إسرائيل لم تستطع حسم المعركة مع المقاومة الفلسطينية. هذا من أهم العوامل لغاية الآن، وهذه عقدة، بمعنى أن أمريكا وإسرائيل والحلفاء الذين طوال الوقت يدعون بين قوسين أنهم هم لديهم التكنولوجيا ولديهم التجسس ولديهم كل المقدرات، سقطت أسطورة الأمن أمام هذه المعادلة في المنطقة الإقليمية. هذا خطير بالمناسبة، وصول لمرحلة هكذا، عدم الوصول إلى الأسرى المحتجزين، عدم حسم المعركة بكل التكنولوجيا والمعدات. ولاحظنا اليوم الفيديو الأخير، اليوم تم بثه قبل ساعات تقريبا، يتكلمون عن بين أسير وجريح وقتيل، والنفق الذي تم قبل أسبوع الحديث به أبو عبيدة اليوم تم تأكيد عرض صورته. بكل الأحوال المقاومة الفلسطينية الآن، بايدن يتعرض لمأزق كبير جدا، أنه لا يعقل بعد كل هذا الدعم اللوجستي العسكري القانوني في المحافل الدولية نفسيا ومعنويا، وحتى في داخل الكابينت الإسرائيلي تلقت كل هذا الدعم، جاء الآن دور بايدن، لأن بايدن الآن يتعرض لأزمة جدية وحقيقية. لديه 6 ولايات خسر بها، هناك تقدم للحزب الجمهوري، هذا البند الأول. البند الثاني، بايدن فشل في الملفات الأربعة، الروسي والإيراني والصيني والأفغاني، والآن هذا الخامس، موضوع قطاع غزة، يريد أن يقطع الشوط أمام نتنياهو. ولكن